إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد أخبرنا الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن أكبر فتنة وأعظم محنة في تاريخ البشر هي فتنة المسيح الدجال. وأخبرنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه ما من نبي نبئ ولا رسول أرسل إلا وحذر أمته المسيح الأعور الكذاب، غير أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم زاده مزيد بيان، ووضح النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صفاته، وحدد شياته صلى الله عليه وعلى آله وسلم بما لا يدع مجالا أبدا للشك فيه ولا الريب في تحديده بخصائصه التي حددها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذه المحنة الكبيرة أخبرنا الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قبيل وقوعها وقبيل خروج الكذاب الأعور الدجال مسيح الضلالة، تكون للمسلمين قوة كبيرة عظيمة، ويخوضون حروبا هائلة مريرة، وتقع الملحمة التي وصفها لنا رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويخرج منها المسلمون منتصرين، فيأتي الدجال للقضاء على قوة المسلمين التي تكون قد هزمت أقوى دولة في ذلك الوقت وهم الروم، كما بين الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويكون المسلمون قبيل خروج الدجال مسيح الضلالة، يكون المسلمون قد استعادوا القسطنطينية كما وصفها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنها المدينة التي نصفها في الماء ونصفها في البحر، وأن المسلمين عندما يفتحونها إنما يفتحونها بذكر الله تبارك وتعالى، إذ يذكرون الله رب العالمين مهللين مكبرين، فيتهاوى نصفها الذي في البحر ثم يتهاوى نصفها الآخر، ويصرخ الشيطان بهم أن الدجال قد خلفهم في ذراريهم، فيتركون الغنائم ويعودون إلى ديارهم، ثم يخرج الدجال، فلا يضع المسلمون سلاحهم، وتبدأ المحنة الكبرى. ولذلك فإن عيسى عليه السلام مسيح الهدى عندما ينزل يجد المسلمين يعدون العدة للقتال ويسوون الصفوف، كما هو نص مسلم في صحيحه يرفعه إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعدون العدة للقتال ويسوون الصفوف. ولا شك أن على كل مسلم في ذلك الحين أن ينضم إلى القوة الإسلامية الحاملة لراية الجهاد في سبيل الله، وأن يثبت على الحق مهما اشتد البلاء. وبهذا أوصى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم من يكون حينئذ، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما تكلم عن خروج الدجال قال إنه خارج خلة، يعني في طريق بين بلدين، بين الشام والعراق، فعاث يمينا وعاث شمالا، والعيث الفساد او هو اشد الفساد. يا عباد الله فاثبتوا، هذا قول الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم.
إنه خارج خلة بين الشأم والعراق، فعاف يمينا وعاف شمالا، يا عباد الله فاثبتوا. ثم يبين لنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أصلا من الأصول الكبيرة، وهو أنه ينبغي على الإنسان ألا يورد نفسه موارد الهلكة، وعلى الإنسان أن يكون مبتعدا عن الفتن، فضلا عن أن يكون ساعيا إليها كما هو منطق الذباب، لأن الذباب إذا رأى العسل قال من يوصلني إليه وله درهمان، فإذا وصل إليه فغرق فيه فلم يستطع أن يخلص منه، قال من يخرجني منه وله أربعة دراهم. فهذا منطق الذباب. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث عمران بن حصين يقول من سمع بالدجال فلينأ عنه، فليبتعد عنه، من سمع بالدجال فلينأ عنه. وأما أن يلقي الإنسان بيده إلى التهلكة وأن يسعى بظلفه إلى حتفه فهذا ما لا يليق بالعقلاء. يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم من سمع بالدجال فلينأ عنه، فليبتعد عنه، فوالله إن الرجل ليأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه مما يبعث به من الشبهات أو لما يبعث به من الشبهات. في هذا الحديث يوضح لنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن المرأة في الشبهات وفي الفتن ينبغي عليه ألا يكون واثقا في نفسه هذه الثقة، وإنما ينبغي عليه أن يكون ذليلا لله منيبا مخبتا، وأن يكون مبتعدا عن الفتن حتى لا يتورط فيها. فإن الرجل كما يحلف الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم على ذلك، فوالله إن الرجل ليأتيه وهو يحسب أنه مؤمن، يعني لا يؤثر فيه شيء من فتنته، فيتبعه مما يبعث به من الشبهات أو لما يبعث به من الشبهات. وأما الذين لا يطيقون مقاومته فواجب عليهم أن يفروا من طريقه، وهذا ما يفعله كثير من الناس في ذلك الزمان عند خروج الدجال. فعن أم شريك رضي الله عنها قالت سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لا يفرن الناس من الدجال في الجبال. هذا حديث صحيح رواه مسلم. لا يفرن الناس من الدجال في الجبال. أما إذا ما اضطر إلى المواجهة فعليه أن يأخذ بالعزم والحزم والحسم، وأن يقوم بالأمر ويصدع بالحق ويحسن الحجاج. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم، إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم، وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه، والله خليفتي على كل مسلم. هذا الحديث يبين فيه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه إن خرج الدجال في حياة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو مدافعه وهو القائم بالحجة دونه، وأما إذا ما أتى بعد انتقال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فامرؤ حجيج نفسه، والله خليفة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم على كل مسلم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ترك لنا من العلم ما يكشف عن بصيرتنا فيه، لأن هذه هي الوسائل التي ينبغي أن يتوسل بها المرء لدفع فتنة الدجال. فعلى الإنسان أن يكون متوقيا للفتن بدءا، متوكلا على الله رب العالمين، ثابت اليقين، مستقر الإيمان، غير مزعزع ولا مضطرب في عقيدته، ولا يكون ذلك كذلك والمرء جاهل بتلك العقيدة، إذ كيف يثبت المرء على المجهول على العدم؟ فإذا كان الإنسان لا يعرف عقيدة أهل السنة في أمثال هذه الأمور، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يبعدها جدا، لأن الساعة لا يعلم أوانها ولا زمانها إلا الله رب العالمين. والنبي كما في حديث جبريل
عندما سأله عن الساعة قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ ويقول: إن يخرج وأنا فيكم. فلم يقطع بشيء صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فعلى المرء أن يكون مستعدا. هذا الكذاب الدجال الأعور جسم مرئي يأكل ويشرب، والله لا يرى في الدنيا، والله منزه عن الطعام والشراب، وهو معيب العين كما في الحديث: إنه شاب قطط، عينه طافئة، وفي رواية طافية، كأني مشبهه بعبد العزى بن قطن، هذا رواه مسلم. وشعره شديد الجعودة، شعره شديد الجعودة متكسر بما هو عيب فيه. ومن كان كذلك فإن دعواه الربوبية والألوهية كذب وافتراء لا شك. أمر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أدركه أن يقرأ عليه فواتح سورة الكهف، فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف. وهذا حديث صحيح أخرجه مسلم عليه الرحمة. وفي حديث أبي أمامة الذي أخرجه ابن ماجه والحاكم وابن خزيمة والضياء المقدسي: وإن من فتنته أن معه جنة ونارا، فناره جنة وجنته نار، فمن ابتلي بناره فليستغث بالله وليقرأ فواتح الكهف. وجاء في الأحاديث الصحيحة كما عند الإمام أحمد في المسند، وعند الإمام مسلم في الصحيح، وعند أبي داود والنسائي في السنن عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ 10 آيات من سورة الكهف عصم من فتنة الدجال. من حفظ 10 آيات من سورة الكهف عصم من فتنة الدجال. وجاء في بعضها من أول سورة الكهف، وفي بعضها من آخر سورة الكهف. وقد يقال: لما كانت قراءة فواتح سورة الكهف وخواتمها أمانا من الدجال؟ فقال بعض أهل العلم: لأن الله أخبر في طليعة هذه السورة أن الله أمن أولئك الفتية من الجبار الطاغية الذي يريد إهلاكهم، فناسب أن من قرأ هذه الآيات وحاله كحالهم أن ينجيه الله كما أنجاه. وقيل: لأن في أولها من العجائب والآيات التي تثبت قلب من قرأها بحيث لا يفتن بالدجال ولا يستغرب ما جاء به الدجال ولم يلهه ذلك ولم يؤثر فيه. ومما يعصم المسلم من الدجال أن يلجأ إلى أحد الحرمين الشريفين مكة أو المدينة، فإن الدجال محرم عليه دخولهما. وقد ذكر لنا الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كيف واجه ذلك الرجل الصالح الدجال وصدع في وجهه بالحق، وكيف أنه لم يلن له بالقول، كما مر ذكر ذلك في ذلك الرجل الصالح الذي يقتله الدجال جزلتين ثم يمضي بين هذين النصفين ثم يقول له قم فيقوم، إلى آخر ما مر ذكره من أحاديث المعصوم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومما ينجي العبد من الدجال الالتجاء إلى الله والاحتماء منه، والاحتماء منه به، والاحتماء من الدجال بالله جلت قدرته، يحتمي بالله من الدجال ومن فتنته. والنصوص النبوية أتت آمرة المسلم بالاستعاذة بالله من فتنة الدجال. ففي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يستعيذ في صلاته من فتنة الدجال. وكان الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتعوذ دائما بعد التشهد من فتنة الدجال. ففي الصحيحين: اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. هذا الدعاء وهذا التعوذ يؤتى به كما كان يأتي به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دائما بعد التشهد، حتى قال بعض أهل العلم إنه واجب في الصلاة فمن تركه فليصلي وليعد، كما قال طاووس لابنه وقد صلى:
استعذ بالله من كذا وكذا، وذكر الأربع التي كان يستعيذ منها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال له ولده لا، فقال إذن فأعد، قم فصلي. هذا الأعور الدجال المسيح الضلالة يهلكه الله رب العالمين ويهلك أتباعه من اليهود، لأنه يخرج من أصبهان كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم ومعه 70,000 من اليهود. هلاك الدجال يكون على يد عيسى بن مريم عليه السلام، بينما الجيوش الإسلامية في آخر الزمان يعدون للقتال ويسوون الصفوف إذ أقيمت الصلاة، فينزل عيسى بن مريم فأمهم كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأمهم أي صلى بهم إماما؟ لا، ينزل عيسى بن مريم فأمهم يعني ساقهم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما يأتي ذكره. فإذا رآه عدو الله ذاب كما يذوب الملح في الماء، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فلو تركه لن ذابك حتى يهلك، ولكن يقتله الله بيده فيريهم دمه، كما أخرج مسلم في صحيحه في كتاب الفتن باب فتح القسطنطينية. وفي سنن ابن ماجه وصحيح ابن خزيمة ومستدرك الحاكم وعند الضياء المقدسي عن أبي أمامة بإسناد صحيح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في انتهاء هذه الفتنة قال وإمامهم أي إمام المسلمين الذين يعدون العدة لقتال الدجال، لأنه بعد أن يسلط الدجال على العبد الصالح على المهدي ثم يحييه الله تبارك وتعالى حتى يزداد بصيرة، ثم لا يسلط عليه إذ يصفح عنقه بالنحاس فيريد أن يذبحه فلا يستطيع، ويقول له من حوله يقولون للدجال إن بقي فسيكون عليك محنة وفتنة، فيخرج إلى الشام، فإذا ما خرج إلى الشام فكان بدمشق عند المنارة البيضاء في صلاة الصبح، نزل عيسى ابن مريم وعليه ثوبان ممصران فيهما صفرة خفيفة على جناحي ملكين، ثم إنه يتحدر من لحيته ومن رأسه مثل الجمان كحبات اللؤلؤ من شدة ما هو فيه من النظافة وما هو فيه من اللطافة صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم، فيريد المهدي أن يتأخر فيدفع فيما بين كتفيه ثم يصلي وراءه. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ناقلا عن عيسى ما يقول فبعضكم لبعض إمام، كما في صحيح مسلم تكريمة الله لهذه الأمة. فيصلي عيسى ابن مريم وراء رجل من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وفي الحديث الذي صح قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومنا الذي يصلي خلفه عيسى ابن مريم. في مجال عرض ما لهذه الأمة من الخصائص نسأل الله تبارك وتعالى أن يقيمنا على الإسلام والإيمان والإحسان حتى نلقى وجه ربنا الكريم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم وإمامهم رجل صالح، فبينما إمامهم قد تقدم يصلي بهم الصبح إذ نزل عليهم عيسى بن مريم الصبح في زمان الصبح، فرجع ذلك الإمام ينقص القهقرى يعني يرجع بظهره كما نقول حتى لا يتحول عن القبلة ليتقدم عيسى، فيضع عيسى يده بين كتفيه ثم يقول له تقدم فصل فإنها لك أقيمت، فيصلي بهم إمامهم، فإذا انصرف قال عيسى افتحوا الباب، فيفتحون وراءه الدجال معه 70,000 يهودي. ينصرف إلى بيت المقدس بعد النزول ثم يصلي بهم إماما، يصلي عيسى ابن مريم بهم إماما أو يأمهم يعني يسوسهم بكتاب الله تبارك وتعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا فرغ من الصلاة التي تكون بعد ذلك ببيت المقدس لا التي عند المنارة البيضاء بدمشق يقول افتحوا الباب، فيفتحون ووراءه الدجال معه 70,000 يهودي.
كلهم ذو سيف محلا وساج، فيلصان مقور من وسطه يدخل المرء رأسه من فتحته، فإذا نظر إليه الدجال نظر إلى عيسى ابن مريم ذاب كما يذوب الملح في الماء، فينطلق هاربا، فيدركه عند باب لد الشرقي، وهي مدينة معروفة بفلسطين قرب مدينة الرملة، فيقتله فيهزم الله اليهود، فلا يبقى شيء مما خلق الله عز وجل، يتوارى في رواية به اليهودي، إلا أنطق الله ذلك الشيء، لا حجر ولا شجر ولا حائط ولا دابة إلا الغرقدة، وهو نوع من أشجار الشوك، فإنها من شجرهم لا تنطق، إلا قال يا عبد الله المسلم هذا يهودي فتعال فاقتله. وهذا حديث صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون حتى يختبئ اليهودي من وراء الحجر والشجر، فيقول الحجر أو الشجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي فتعال فاقتله، إلا الغرقدة، معروف هذا الشجر ببلاد الشام وبخاصة في بيت المقدس، فإنه من شجر اليهود كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه نهايته التي قضى الله تبارك وتعالى أن تكون على يد عيسى ابن مريم صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم، وهي انتهاء تلك الفتنة العظيمة، ثم يتبعها بعد ذلك من الفتن ما الله به عليم. مجمل عقيدة أهل السنة في الدجال الكذاب الأعور مسيح الضلالة، قال القاضي عياض في تلخيصها هذه الأحاديث التي ذكرها العلماء في قصة الدجال حجة لمذهب أهل الحق في صحة وجوده، وأنه شخص ابتلى الله به عباده وأقدره على أشياء من مقدورات الله تعالى، من إحياء الميت الذي يقتله، ومن ظهور زهرة الدنيا والخصب معه، وجنته وناره ونهريه اللذين أخبر عنهما الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، واتباع كنوز الأرض له، وأمره السماء أن تمطر فتمطر، والأرض أن تنبت فتنبت، فيقع كل ذلك بقدرة الله تعالى ومشيئته، ثم يعجزه الله تعالى بعد ذلك فلا يقدر على قتل ذلك الرجل ولا على غيره، ويبطل أمره ويقتله عيسى صلى الله عليه وسلم، ويثبت الله الذين آمنوا. هذا مذهب أهل السنة ومذهب جميع المحدثين والفقهاء والنظار، خلافا لمن أنكره وأبطل أمره من الخوارج والجهمية وبعض المعتزلة وغيرهم في أنه صحيح الوجود، ولكن الذي يدعي مخارف وخيالات لا حقائق لها، وزعموا أنه لو كان حقا لم يوثق بمعجزات الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. قال القاضي رحمه الله وهذا غلط من جميعهم، لأنه لم يدعي النبوة فيكون ما معه كالتصديق له، وإنما يدعي الإلهية، وهو في نفس دعواه مكذب لها بصورة حاله ووجود دلائل الحدوث فيه، والحدوث ضد القدم عند المتكلمين من أهل القبلة، والقديم هو ما لا يقوم في وجوده على غيره، وأما الحادث فهو ما وجد من بعد عدم ويصير إلى العدم من بعد الوجود. فدلائل الحدوث أنه مخلوق موجودة فيه من نقص صورته وعجزه عن إزالة العور الذي في عينه، وعجزه عن إزالة الشاهد بكفره المكتوب بين عينيه، ولهذه الدلائل وغيرها لا يغتر به إلا رعاع من الناس لسد الحاجة والفاقة، رغبة في سد الرمق أو تقية وخوفا من أذاه، لأن فتنته عظيمة تدهش العقول وتحير الألباب مع سرعة مروره في الأرض، فلا يمكث بحيث يتأمل الضعفاء حاله
ودلائل الحدوث فيه والنقص، فيصدقه من صدقه في هذه الحال. هذا مجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة في مسيح الضلالة، في المسيح الكذاب. ويبقى أمر يتعلق بهذه الفتنة العظيمة، وهو أن رجلا من يهود المدينة اسمه صاف، ويقال له ابن صياد، كان شبيها بالدجال في كثير من صفاته، وكان الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم مشككا في أمره، وقد حاول النبي صلى الله عليه وسلم نفسه أكثر من مرة كشف أمره ومعرفة حالته وتبيان حقيقته، وهذا يدلنا على أنه لم يوحى للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ابن صياد شيء، حتى قال بعض أهل العلم إنه كان موجودا بالمدينة إلى موقعة الحرة في سنة 63 من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قالوا ثم فقد فلا يدرى أين هو. ويقول العلماء إن رحلة تميم الداري رضوان الله عليه البحرية كانت في ذلك البحر الذي يقال له في ذلك الزمان بحر اليمن، ولعلهم يعنون به المحيط الهندي أو الجزء الجنوبي من بحر القلزم أو بحر العرب أو ما يسمى بالبحر الأحمر. يقولون إن المسيح الدجال الأعور محبوس في جزيرة من جزائر هذا البحر، ورآه تميم ثمة، ثم إذا ما أراد الله تبارك وتعالى له أن يخرج خرج. فهل كان ابن صياد كاهنا من الكهان أو دجالا من الدجاجلة أو شيطانا من الشياطين، أو هو بعينه المسيح الدجال؟ النبي صلى الله عليه وسلم كما روى مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمر وعمر رضوان الله عليه كما سيأتي وهو في صحيح مسلم، كان يحلف بالله بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ابن صياد هو المسيح الدجال، وسكت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهل كان سكوته إقرارا؟ فمذهب عمر وابن عمر وحفصة عندما استفز ابن عمر رضوان الله عليهما، استفز ابن صياد فانتفق حتى ملأ السكة كما سيأتي في نص الحديث، انتفق حتى ملأ الطريق. فلما وصل الخبر إلى حفصة رضوان الله عليها ودخل عليها عبد الله أخوها رضوان الله عليه، قالت رحمك الله يا أبا عبد الرحمن، أما علمت أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إنما يخرج المسيح من غضبة يغضبها، فلما أغضبته؟ يقول العلماء إن مذهب عمر ومذهب حفصة وكذلك مذهب عبد الله بن عمر أن ابن صياد أن صاف هذا هو المسيح الدجال. صافي هذا وهو صاف وليس فيه من الصفاء شيء. عبد الله بن عمر رضي الله عنه أخبر أن عمر بن الخطاب انطلق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط قبل ابن صياد حتى وجده يلعب مع الصبيان عند أطم بني مغالة، وفي الصحيح هذا في صحيح مسلم أطم بني مغالة، والذي هو مشهور عند العلماء وهو في الصحيح عند أطم بني معاوية. المهم الأطم الحصن جمعه آطام. ذهب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد قارب ابن صياد يومئذ الحلم، فلم يشعر حتى ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ظهره بيده، ثم قال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أتشهد أني رسول الله؟ فنظر إليه ابن صياد فقال أشهد أنك رسول الأميين. فقال ابن صياد لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أتشهد أني رسول الله؟ في النسخ فرفصه، فرفصه، وفي بعضها فرفضه،
يقولون وهي غير معلومة من حيث اللغة عند علمائنا من اللغويين، إنما هي بمعنى فرفسه، يعني ضربه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ضربة شديدة، وقال آمنت بالله وبرسله، آمنت بالله وبرسله. هذا يدعي النبوة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلما لم يقتله؟ هو يقول للنبي صلى الله عليه وسلم أتشهد أني رسول الله؟ قال فرفصه بالصاد، فرفضه بالضاد المعجمة الفوقية الموحدة، أو فرفسه بالسين المهملة، وكل بمعنى. يقول قال آمنت بالله وبرسله صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين، هذا كلام رسول الله، فلما لم يقتل؟ قالوا إنه كان في عهد وموادعة مع رسول الله، لأنه كان من اليهود، وكان اليهود في ذلك الوقت في عقد وعهد وموادعة مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولذلك لم يقتل لما ادعى النبوة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له النبي صلى الله عليه وسلم ماذا ترى؟ قال ابن صياد يأتيني صادق وكاذب، من أتباعه من الشياطين، من قرنائه من قرناء السوء. فقال له الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم خلط عليك الأمر، وتركه وانصرف. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أما بعد، فإن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لابن صياد تشهد أني رسول الله، فنظر إليه ابن صياد فقال أشهد أنك رسول الأميين، ثم قال ابن صياد لرسول الله صلى الله عليه وسلم أتشهد أني رسول الله؟ فرفضه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال آمنت بالله ورسله. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم ماذا ترى؟ فقال ابن صياد يأتيني صادق وكاذب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خلط عليك الأمر. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم إني قد خبأت لك خبيئا. فقال ابن صياد هو الدخ. يقول له النبي صلى الله عليه وسلم إني قد خبأت لك خبيئا. فقال ابن صياد هو الدخ، وهي لغة في الدخان، ولم يهتدي من الآية إلا لهذا اللفظ على عادة الكهان إذ يتلقون ما يتلقون من شياطينهم، وكأنه يعني الآية في قول الله جلت قدرته فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، فلم يهتدي من الآية إلا للفظة الدخان، ثم لم يأتي بها على وجهها كعادة الكهان. فقال لا للنبي صلى الله عليه وسلم هو الدخ. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اخسأ لن تعدو قدرك، الزم حدك اخسأ، وهي كلمة تقال لزجر الكلب خاصة، اخسأ فلن تعدو قدرك. فقال عمر بن الخطاب ذرني يا رسول الله أضرب عنقه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن يكنه فلن تسلط عليه، إن يكن الدجال فلن تسلط عليه، وإلا يكنه فلا خير لك في قتله. هذا الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه ما زالت الدلالة فيه واضحة على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجزم في ابن صياد بشيء. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن يكنه فلن تسلط عليه، وإلا يكنه فلا خير لك في قتله. بل إن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما روى مسلم في صحيحه عقب الحديث السابق عن سالم ابن عبد الله ابن عمر قال سمعت عبد الله ابن عمر يقول انطلق بعد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد المرة التي كان فيها معه عمر رضوان الله عليه، وكان ما كان مما مر ذكره، انطلق مرة أخرى
بعد ذلك ومعه أبي بن كعب الأنصاري إلى النخل التي فيها ابن صائد. انطلق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى إذا دخل النخل طفق، يعني شرع وأخذ يتقي بجذوع النخل وهو يختل، يعني ينتهز منه غفلة يغافله حتى يراه الرسول صلى الله عليه وسلم ويسمع كلامه من غير أن يلتفت هو للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو يختل أن يسمع من ابن صياد شيئا، يعني يريد أن ينتهز منه غفلة يستغفله ليسمع منه شيئا يعرف به حقيقته قبل أن يراه ابن صياد. فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع على فراش في قطيفة، على فراش وقد التحف بكساء مخمل، والقطيفة كساء نسيج له خمل معروف، له في تلك القطيفة زمزمة، يعني صوت خفي بهينمة لا تفهم عند السماع. النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل عليه في هذه الصورة في نخل كان فيها يتقي بجذوع النخل يريد أن يختل ابن صياد حتى يسمع منه شيئا يعرف به حقيقته من غير أن يفطن له ابن صياد، فوجده مضطجعا على فراش في قطيفة له فيها زمزمة. فرأت أم صائد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يتقي بجذوع النخل، فقالت لابن صائد: يا صافي، وهو اسم ابن صياد بالياء بإثباتها يا صافي، أم على الترخيم يا صافي، والترخيم كما هو معروف حذف آخر المنادى، كما قال ابن مالك في الخلاصة: ترخيما احذف آخر المنادى كيا سعى في من دعا سعادا. يا صافي وهو اسم ابن صياد، هذا محمد صلى الله عليه وسلم. فثار ابن صياد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو تركته لبين، يعني لو تركته على غفلته لاكتشفنا حقيقة أمره، ولكن هذه المرأة قطعت علينا السبيل إلى معرفة الحقيقة، وهذا كله من قدر الله تبارك وتعالى. قال: لو تركته لبين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا أخرجه الإمام مسلم في صحيح. قال النووي في شرحه على مسلم في ابن صياد: قال العلماء: وقصته مشتله وأمره مشتبه. مشتبه في أنه هل هو المسيح الدجال المشهور أم غيره، هل هو المسيح الدجال المشهور أم غيره، ولا شك في أنه دجال من الدجاجلة، لا شك أن ابن صياد دجال من الدجاجلة. وقلنا إن الدجل هو الإخفاء لأنه يغطي، والتغطية لأنه يغطي الحق بباطله. فيقول الإمام النووي عليه الرحمة: ولا شك أنه دجال من الدجاجلة. قال العلماء: وظاهر الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوحى إليه بأنه المسيح الدجال ولا غيره، فلم يقض فيه بشيء لأنه لم يوحى إليه فيه شيء، وإنما أوحي إليه بصفات الدجال. وكان ابن صياد يحتوي على قرائن، كان في ابن صياد قرائن محتملة، فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقطع بأنه الدجال ولا غيره، ولهذا قال لعمر: إن يكن هو فلن تستطيع قتله، إن يكن هو فلن تسلط عليه، لأنه لم يأتي في الدلائل على هذا الأمر الكبير والفتنة العظيمة أن أحدا يسلط على قتله سوى المسيح عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما اشتبه الأمر في ابن صياد وطلب عمر من النبي صلى الله عليه وسلم السماح والإذن له بقتله، قال: إن يكنه فلن تسلط عليه، وإلا يكنه فلا خير ولا فائدة لك في قتله. وقد كان عمر بن الخطاب يجزم بأن ابن صياد
هو الدجال. وكذلك عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، فقد روى أبو داود بإسناد صحيح عن ابن عمر أنه كان يقول: والله ما أشك أن ابن صائد هو المسيح الدجال. هذا إسناد صحيح، حديث صحيح أخرجه الإمام أبو داود، أن ابن عمر كان يحلف ولا يستثني، بل هو على يقين ينفي الشك فيه، يقول: والله ما أشك أن ابن صائد هو المسيح الدجال. وقد نقل النووي عن البيهقي قوله: ليس في حديث جابر أكثر من سكوت النبي صلى الله عليه وسلم لقول عمر، فيحتمل أنه صلى الله عليه وسلم كان كالمتوقف في أمره، ثم جاءه البيان أنه غيره كما صرح به في حديث تميم الداري. حديث تميم الداري قطع الشك باليقين في هذا الأمر، لأن تميما أخبر أنه رأى المسيح الدجال في الجزيرة عندما كان في السفينة البحرية، ثم ما زال الموج يتلعب بهم شهرا حتى أووا إلى الجزيرة وكلموا الدجال وكلمهم، وأتى تميم الداري بوصفه ووصف الجساسة، وأراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعلن ذلك للأصحاب، فأمر بأن ينادى الصلاة جامعة، فلما جاء الناس أخبرهم الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن إلى هذه المرحلة كان الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يجزم في ابن صائد بشيء، فلا ريب أنه دجال من الدجاجلة. وظاهر الأحاديث على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يوحى إليه بأنه المسيح الدجال ولا غيره، وإنما هي صفات تنطبق عليه، ولكن هل هو هو أو هو غيره هذا أمر لم يظهر إلا بعده عندما جاء تميم الداري رضوان الله عليه بما أتى به. حديث جابر الذي فيه سكوت الرسول صلى الله عليه وسلم لقول عمر ما هو؟ حديث جابر عند مسلم رحمة الله عليه عن محمد بن المنكدر قال: رأيت جابر بن عبد الله يحلف أن ابن صائد الدجال. جابر بن عبد الله أيضا رضي الله عنهما يقول حالفا إن ابن صائد أن ابن صياد هو المسيح الدجال. قال أي محمد ابن المنكدر: فقلت أتحلف بالله؟ يعني يمكن أن تحتمل، أما أن تجزم حالفا هذا شيء آخر. قال: إني سمعت عمر يحلف على ذلك عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلم ينكره النبي صلى الله عليه وسلم. عمر يحلف عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن ابن صياد هو المسيح الدجال، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتكلم. فيقول البيهقي: ليس في حديث جابر أكثر من سكوت النبي صلى الله عليه وسلم لقول عمر، فهذا يحتمل أمرا، فدخل الاحتمال، وإذا دخل الاحتمال سقط الاستدلال، فيحتمل أنه صلى الله عليه وسلم كان كالمتوقف في أمره، ثم جاءه البيان أنه غيره كما صرح به في حديث تميم الداري. مكث ابن صائد بعد الرسول صلى الله عليه وسلم مدة من الزمان وادعى أنه أسلم، ولكن الناس لم يثقوا بإسلامه وبقوا يتشككون في أمره. هذا ابن عمر رضي الله عنهما كما يروي مسلم في صحيحه يلقى ابن صائد مرتين، فيقول لبعض من معه: هل تحدثون أنه هو؟ يقول ابن عمر لمن معه: هل تحدثون أنه هو؟ قال: لا والله. من سأله ابن عمر يقول: لا والله. قال: قلت كذبتني والله، لقد أخبرني بعضكم أنه لن يموت حتى يكون أكثركم مالا وولدا، فكذلك هو زعم اليوم. قال ابن عمر: فتحدثنا ثم فارقته، ثم لقيه ابن عمر لقية أخرى وقد نفرت عينه. الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن المسيح الدجال لا عقب له. ابن صائد كما في الرواية
كان له ذرية، ولم يكن في عينه شيء قد بدأ، حتى لقيه ابن عمر مرة أخرى، لقية أخرى، قال: وقد نثرت عينه، ورمت وانتفقت، وقد نثرت عينه، بدأت علامات المسيح الدجال تظهر عليه. فلما رأى عينه قد نثرت قال: فقلت، يقول ابن عمر أنه سأل ابن صياد: متى فعلت عينك ما أرى؟ يعني هذا النتوء الذي ظهر في عينه متى بدأ؟ متى فعلت عينك ما أرى؟ قال: لا أدري. قال: قلت لا تدري وهي في رأسك؟ يعني عينك هذه في رأسك، ليست في رأس غيره، وحدث فيها نتوء، فمتى؟ فلما قال له لا أدري، قال: لا تدري وهي في رأسك؟ قال: إن شاء الله خلقها في عصاك هذه. يعني يقول ابن صائد لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما: إن شاء الله خلق هذه العين الناتئة في عصاك هذه، يعني تصبح العصا ذات عين، وعين ناتئة كعين الدجال. ما الذي حدث؟ قال: فنخر كأشد نخير حمار سمعت. هذه اللغة، اللغة العظيمة الشريفة الجليلة العربية الفصيحة، فيها سحر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لسحرا. انظر إلى تعبير عبد الله بن عمر: فنخر كأشد نخير حمار سمعت، كأشد نخير حمار سمعت. والنخير صوت الأنف من الحمار. نخر ابن صياد كأشد نخير حمار سمعه ابن عمر رضوان الله عليهما. قال ابن عمر: حدث له شيء عجيب. قال: فزعم أصحابي أني ضربته بعصا كانت معي حتى تكسرت. هذا كلام غريب. قال: فزعم أصحابي أني ضربته. قال: وأما أنا فوالله ما شعرت. ضربه حتى تكسرت العصا على أم رأسه ولم يشعر، ويحلف على ذلك ابن عمر رضوان الله عليهما: وأما أنا فوالله ما شعرت، زعم أصحابي أني ضربته بعصا كانت معي حتى تكسرت، وأما أنا فوالله ما شعرت. وفي رواية أخرى في مسلم أن ابن عمر قال له قولا أغضبه، قال: فانتفخ حتى ملأ السكة. السكة طريق. انتفخ ابن صائد ابن صياد حتى ملأ السكة بجسده. فدخل ابن عمر على حفصة وقد بلغها هذا الأمر، أنه قال له قولا أغضبه وأنه قد انتفخ حتى ملأ السكة. فقالت له: رحمك الله، ما أردت من ابن صائد؟ أما علمت أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إنما يخرج من غضبة يغضبها؟ ما تريد منه؟ ما أردت من ابن صائد؟ فكأن مذهب حفصة رضوان الله عليها أن ابن صائد هو الدجال الأكبر. ولما كانت قد علمت أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنه يخرج، أي الدجال الأكبر، من غضبة يغضبها، يغضبه شيء، فإذا ما غضب خرج على الناس، وبدأت المحنة والفتنة. فقالت: لما أغضبته؟ هي تعتقد أن ابن صائد هو المسيح الأكبر الدجال، وكذلك كان عمر رضوان الله عليه، وكذا عبد الله بن عمر وجابر بن عبد الله أيضا يحلف على أنه هو. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في بدء الأمر متشككا في أمره، لم يوحى إليه فيه شيء بقطع. فلما جاء تميم ابن أوس الداري رضوان الله عليه وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، صدق الرسول صلى الله عليه وسلم مقالته وروى عنه، ليدلنا على أن العالم ينبغي أن يروي عمن هو فوقه، عن شيوخه وعن أقرانه وعن تلامذته، وكذا صنع البخاري الإمام أمير المؤمنين في الحديث. قالوا: ليكسر الكبر، وقالوا: من أجل أن يبين جوازا أنه يجوز عند العلماء. لا أقول إن النبي يكسر الكبر، حاشاه صلى الله عليه وسلم، وإنما كذلك فعل الإمام البخاري، وكذا يفعل الآئمة في الرواية عن التلاميذ والأقران، يكسر الكبر في النفوس والعجب بها، وأيضا الدلالة على
أنه يجوز أن يروي الفاضل عن المفضول وكأنهم يتبعون سنة الرسول صلى الله عليه وسلم في الرواية عن تميم ابن أوس الداري، بل يقرأ الفاضل على المفضول كما قرأ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سورة البينة على أبي بن كعب رضوان الله عليه، وقال له إن الله تبارك وتعالى قد أمرني أن أقرأ عليه، قال وسماني يا رسول الله، يعني أمر بأن تقرأ على واحد من أصحابك الذين يحملون القدر الأكبر من القرآن، أم قال اقرأ يا محمد صلى الله عليه وسلم على أبي بن كعب وسماني؟ فقال نعم، فبكى أبي لأن الله تبارك وتعالى سماه، وأنزل جبريل يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يقرأ على أبي بن كعب بعينه بشحمه ولحمه بنصه وفصه رضوان الله عليه. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أنه يخرج من غضبة يغضبها. وروى مسلم أيضا عن أبي سعيد الخدري قصة طريفة حدثت لأبي سعيد الخدري رضوان الله عليه مع مسيح الضلالة، هذا الذي كان يعتقده أبو سعيد، وظل متشككا فيه يروح ويجيء حتى انتهت القصة، فعلى أي صورة انتهت؟ أخرج مسلم رضوان الله عليه عن أبي سعيد الخدري قال خرجنا حجاجا أو عمارا ومعنا ابن صائد، قال فنزلنا منزلا فتفرق الناس وبقيت أنا وهو بلاء، فاستوحشت منه وحشة شديدة مما يقال عليه، يقولون إنه المسيح الدجال وأبقى معه وحدي، قال فاستوحشت منه وحشة شديدة مما يقال عليه، قال وجاء بمتاعه فوضعه مع متاعي، فقلت إن الحر شديد فلو وضعته تحت تلك الشجرة، يعني ارفع متاعك فالحر شديد فاجعل متاعك في الظل تحت تلك الشجرة، قال ففعل، قال فرفعت لنا غنم فانطلق فجاء بعس والقدح الكبير، فقال اشرب أبا سعيد، ذهب فحلب فأتى باللبن في العس في القدح الكبير يخدم صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم منه مشفق كاره وجل، فقال اشرب أبا سعيد، فقلت إن الحر شديد واللبن حار، ما بي إلا أن أكره أن أشرب من يده، أو قال آخذ عن يده، فقال أبو سعيد الحر شديد واللبن حار، فقال أبا سعيد لقد هممت أن آخذ حبلا فأعلقه بالشجرة ثم أختنق مما يقول لي الناس، يعني يقول إن هنالك حصارا كبيرا وضغطا اجتماعيا شديدا، كلما توجه وجهة ودعا الإسلام ودخل فيه، بل ذهب حاجا أو معتمرا وبقي في رفقة وصحبة أبي سعيد الخدري رضوان الله عليه، الناس يقولون إنه مسيح الضلال، يخافون منه، يتحامونه، يتحاشونه، يبتعدون عنه، يقولون فيه، فلما وجد من أبي سعيد ما وجد استوحشت منه وحشة شديدة، وأتى بالمتاع فوضعه على المتاع، ولك أن تتخيل الآن أن تجعل متاعك مع متاع المسيح الدجال، شيء كبير، فقال له الحر شديد وفي ظل هذه الشجرة راحة وعبرة فاجعل متاعك تحته، فيأتي بقدح اللبن فيقول إن الحر شديد واللبن حار، فهو يريد أن يأخذ المهلة، فقال له يا أبا سعيد لقد هممت أن آخذ حبلا فأعلقه بشجرة ثم أختنق مما يقول لي الناس، يا أبا سعيد من خفي عليه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما خفي عليكم معشر الأنصار، ما خفي من أمر على الأصحاب رضوان الله عليهم فليس يخفى عليه،
من خفي عليه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما خفي عليكم معشر الأنصار، ألست من أعلم الناس بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو كافر وأنا مسلم؟ أخذ يجادل عن نفسه. وكذلك أهل الضلال والفتنة دائما وأبدا، إلا أن لهم كبوة بل كبوات، وقد كان يقول يا أبا سعيد أنت من أعلم الناس بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو كافر وأنا مسلم؟ أوليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو عقيم لا يولد له وقد تركت ولدي بالمدينة؟ يدحض ما يقوله الناس. أوليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل المدينة ولا مكة وقد أقبلت من المدينة وأنا أريد مكة؟ يحفظ أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم في المسيح الدجال. قال أبو سعيد حتى كاد من هذه الحجج وهذا الحجاج أن يعذره، إذن هو ليس بالمسيح الدجال. ثم قال يعني المسيح الدجال أما والله إني لأعرفه. المسيح الدجال أراد أن يذهب من نفس أبي سعيد الشك فيه، فأخذ يأتي بهذه الحجاج والحجج. ثم قال في المنتهى عندما هم أبو سعيد رضوان الله عليه بأن يعذره قال أما والله إني لا أعرفه، يعني يعرف الدجال، وأعرف مولده وأين هو الآن. قال قلت له تبا لتسائر اليوم. رجع أبو سعيد لما كان يعتقده فيه وأتى بالحجج، ثم في المنتهى قال أما والله إني لا أعرفه وأعرف مولده وأين هو الآن. فتشكك فيه مرة أخرى أبو سعيد رضوان الله عليه. أعرف أباه وأمه كما في الرواية أما والله إني لا أعرف مولده، وفي الرواية أيضا وأعرف أباه وأمه. وقيل له أيسرك أنك ذاك الرجل يعني المسيح الدجال؟ فقال لو عرض علي لما كرهته، لو عرض علي أن أكونه ما كرهت. فهذا الذي جعل الأصحاب رضوان الله عليهم يتشككون فيه هذا التشكك، هذا الرجل هل هو هو أو هو غيره؟ العلماء يقولون كما قال النووي عليه الرحمة أمره مشكل ومشتبه وقصته مشكلة وأمره مشتبه، ولم يجزموا فيه بشيء عند بعضهم. وبعضهم قال إن حديث تميم رضوان الله عليه قد وضع الأمر في نصابه وانتهى الأمر. حديث تميم بن أوس الداري يدل دلالة واضحة على أن ابن صياد لم يكن الدجال الأكبر، وأن الدجال الأكبر محبوس في بعض جزائر البحار. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر عن صفة المسيح الدجال وحذر منه وخفض فيه ورفع، حتى ظنناه كما يقول الأصحاب في طائفة النخل. وكانت عائشة تبكي ليلها عندما تذكر الدجال، وأم سلمة لا تنام ليلها فتخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفتنة عظيمة ومحنة جليلة هي أكبر فتنة ومحنة تعرض للبشرية في مسيرها ومسيرتها. وفيها من العبر ما ينبغي أن يتأمل، وفيها من العظات ما ينبغي أن يلتفت إليه، وفيها من الدروس ما ينبغي أن يتوقف عنده، وفيها من بيان التلبيس الأكبر الذي يكون بين يدي الساعة. ثم فيها أيضا ما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم من ذلك الترابط الذي يكون في علامات الساعة الكبرى التي تأتي كما يقول العلماء كانفراط حبات العقد من سلكه النظيم، فإنه متى ما انقطع سلك العقد توالت حباته بانفراطها
فكذلك علامات الساعة الكبرى عندما تأتي واحدة منها تتوالى، وفيها ما هو متزامن كما ترى من خروج المسيح الدجال ثم نزول عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم وذلك الرجل الصالح من آل محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم من نسل فاطمة رضوان الله عليها يصلي بالناس يصلحه الله رب العالمين في ساعة في ليلة وهو بين الركن والمقام، يصلحه الله تبارك وتعالى ويخرجه الله رب العالمين هداية للناس وجمعا للمسلمين المؤمنين الصالحين الذين يكونون في ذلك الزمان ثابتين موقنين بالله رب العالمين. هذه العلامات تتوالى كما ترى وتتزامن، لأن يأجوج ومأجوج يخرجون في وجود عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم، ثم تأتي تلك السنون التي هي العهد المثالي الذي لم يكن في تاريخ الأرض مثله بأمور يصفها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، عندما يخلص الله رب العالمين الأرض من يأجوج ومأجوج من بعد الخلاص من الدجال، وتخرج الأرض بركتها وتخرج ما فيها من خير بأمر الله تبارك وتعالى، ثم لا يجعل الله رب العالمين شيئا من الأذى في الأرض قط. وهذا هو بعض الحق عند أهل الكتاب، لأن عندهم بعض حق ما زالوا يتوارثونه، فعندهم تلبيس في هذه المسألة فيما يسمونه بالألفية السعيدة، يعني عندما يأتي المسيح الذي ينتظرونه، وتعلمون أن المسيح الذي ينتظره اليهود هو مسيح الضلالة، يقولون هو المسيح ابن داود، وهم ينتظرون الدجال الأكبر يظنون أنه يقيم لهم الملك، وإنما يكون هلاكهم بظهوره، لأن عيسى ابن مريم يقتلهم ويدق الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني لا يكون إلا ملة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويسير في الناس بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه حينئذ نبي صحابي، نبي وصحابي معا. قال التاج بن السبكي: من باتفاق جميع الخلق أفضل من خير الصحاب أبي بكر ومن عمر ومن علي ومن عثمان، وهو فتى من أمة المصطفى المختار من مضر. كيف يكون فتى من أمة المصطفى المختار من مضر صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو أفضل من أبي بكر وعمر؟ وعقيدة أهل السنة على أنه لا أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم هو أفضل من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. فهذا يقول التاج بن السبكي رحمة الله عليه وعلى أبيه وعفوه عليهما وعنهما: من باتفاق جميع الخلق، باتفاق جميع الخلق أفضل من خير الصحاب أبي بكر ومن عمر ومن علي ومن عثمان وهو فتى. وقدم عليا على عثمان لا على أنه مذهبه، وإنما هو ما اقتضاه الوزن فتبا للوزن، وإلا لانكسر وزن البيت. ومن علي ومن عثمان وهو فتى ومن أمة المصطفى المختار من مضري. قال ذلك ملغزا. وجوابه كما قال العلامة أبو عبد الله محمد الطالب ابن الحاج: ذاك ابن مريم صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم، ذاك ابن مريم روح الله حيث رأى نبينا المصطفى في أحسن الصور فصار صحابيا، لأنه يأتي في أمة محمد، وإلا فإن إبراهيم قد رأى في ليلة المعراج رأى محمدا صلى الله عليه وسلم فهو صحابي، ولكنه يأتي في أمة محمد ينزله الله تبارك وتعالى في أمة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإذا كان قد رآه وهو من أمته فهو صحابي على تعريف الصحابي. ذاك ابن مريم
روح الله حيث رأى نبينا المصطفى في أحسن الصور فوق السماوات ليلا عندما اجتمعا كذاك عند ضراب البيت والحجر، يعني في ليلة الإسراء، وصلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالأنبياء إماما، ورآه النبي صلى الله عليه وسلم ورأى النبي صلى الله عليه وسلم فوق السماوات ليلا عندما اجتمعا كذاك عند ضراب البيت والحجر. والضراب جمع ضرب ككتف، وهو الجبل الصغير. هذا مجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة في المسيح الدجال، وهذا مبحث من مباحث الاعتقاد ينبغي علينا أن نحرره، كما ينبغي علينا أن نحرر جميع مباحث الاعتقاد. عقيدة أهل السنة ينبغي على العبد أن يلوذ بها وأن يلتجئ إليها، إذ هي ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، وما جاء محمد صلى الله عليه وسلم ليقرره. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكر هذه الأمور، وكذلك ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نزول المسيح، مسيح الهداية، مسيح الهدى ابن مريم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. وأما أهل العقل والاعتزال فإنهم أنكروا نزول عيسى ابن مريم في آخر الزمان، بل أعمل العقول في أمور هي واردة على محض التواقع. الأحاديث التي وردت في نزول عيسى ابن مريم صلى الله عليه وسلم أحاديث متواترة، ومن طعن في المتواتر فشأنه كبير، لأنه مكذب بيقين لخبر الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما بعض الكتاب عندما ينكرون حديث الجساسة فهذا دأبهم. كثير من الكتاب ومن المفكرين زعموا، إيش مفكر؟ كل إنسان عاقل هو مفكر، فإذا كان مسلما فهو مفكر على طريقة الإسلام، فكل مسلم هو مفكر إسلامي. ما مفكر إسلامي؟ كل مسلم عاقل هو مفكر إسلامي. ما الفكر؟ عالم وجاهل، علم وجهل. وأما التفكير فمن خواص الإنسان، والإنسان الذي لا يفكر حيوان، وإلا فما يكون؟ الحيوان لا يفكر، وأما الذي يفكر ويعمل النظر فهو إنسان. فإذا كان مسلما فهو مفكر إسلامي، وأما أن يختص بها أقوام فهذا شيء عجيب. ولكن بعض هؤلاء المفكرين الإسلاميين يزعمون أن حديث الجساسة حديث خرافة، يقولون حديث خرافة يا صاحبي، بل إنهم يزعمون أن أحاديث المسيح الدجال وأمثال هذه الأمور، لأنهم ينكرون الغيبيات وهم من العقلانيين الجدد، يريدون أن يحيوا مذهب المعتزلة. وأنت إذا نظرت في فجر الإسلام لأحمد أمين وجدت أنه يتحسر تحسرا شديدا على أن المعتزلة قد أخنى عليهم الدهر، وقد ذهبوا شذر مدر، وأنهم لم يبقى منهم أحد إلا الآثار الباقيات في بطون كتب القوم. فهو يتحسر على هؤلاء المعتزلة، يقول لو ظلوا لكان فتحا للإسلام عظيما. يعملون العقل في مقابلة النقل، ويقدمون العقل على النقل. وقد بيّن شيخ الإسلام رحمة الله عليه أنه لا يمكن بحال من الأحوال أن يتعارض نقل صحيح مع عقل صريح، لا يجوز أبدا أن يظن ظان أن يتعارض عقل صريح مع نقل صحيح. النقل الصحيح الذي هو ثابت وهو صحيح في النسبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتعارض مع العقل الصريح، فلا يجوز أبدا أن يظن ظان أن العقل يتعارض مع النقل، بل إنه صنف مصنفا من أعظم مصنفات علماء الإسلام سماه درء، يعني منع درء تعارض العقل والنقل.
درء تعارض العقل والنقل. وقبله كان ابن حزم رحمه الله رب العالمين يقول في الإحكام: من أتاني يتحدى، من أتاني بآية تعارض آية أو تعارض حديثا صحيحا، أو من أتاني بحديث صحيح يعارض حديثا صحيحا ثم لم أوثق بين ذلك، يعني التعارض في ظاهر الأمر، فليفعل كذا وكذا. يتحدى الإمام ابن حزم كما هو في الإحكام أن يكون هناك في كتاب الله تبارك وتعالى آية تعارض آية، ومن عند الله تبارك وتعالى، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، ولكن هو من عند الله فلا اختلاف فيه. وكذلك ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من السنة الصحيحة الثابتة هو أيضا من عند الله فلا يتعارض. فابن حزم رحمه الله في الإحكام يتحدى أن يؤتى بشيء من ذلك يعارض بعضه بعضا من غير أن يستطيع هو أن يوفق بين ذلك رحمة الله عليه. فمن أنكر حديث الجساسة وخبر تميم بن أوس الداري يقول: لأننا لم نسمع عن هذه الجزيرة ولم يرها أحد من البحارة، سبحان الله، وهل مسحوا كل شيء؟ هذا أمر. الأمر الآخر أنه ما الذي يمنع أن يغشي الله تبارك وتعالى، أن يغشي الله تبارك وتعالى على أبصار القوم فلا يرون شيئا؟ ما الذي يمنع؟ المهم أن يثبت الخبر، فإذا ثبت الخبر فلا كلام، وعلى العقل أن يتأخر حينئذ، لأن هذه غيبيات، والذي أخبر بها هو نبينا صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق. ومن قبل ما شككوا في حديث الذبابة وهو في صحيح البخاري، يقول قائلهم: ولو كان في صحيح البخاري، ولكن لا حرج، فهذا زمن العجائب، والناس درجوا على ألا يعظموا نصوص الوحيين الكتاب والسنة، وهذا هو أول ركيزة من ركائز هذا المنهج المبارك في التلقي عن الله تبارك وتعالى ونبيه صلى الله عليه وسلم. لابد من تعظيم نصوص الوحيين الكتاب والسنة، فما أتى من الكتاب والسنة فينبغي علينا أن نأخذه أخذا مسلما مسلما، من غير أن نجادل وأن نتماحك مع نصوص الكتاب والسنة. إذا ما جاء الكتاب والسنة فلا كلام. هذا مجمل اعتقاد أهل السنة في المسيح الدجال وبيان الرسول صلى الله عليه وسلم لتلك الفتنة العظيمة الماحقة. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى أن يجنبنا جميع مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. نسأل الله جلت قدرته بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى أن يهيئ للأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعصية، ويقضى فيه بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كما نسأله جلت قدرته بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى أن يمن علينا بالاعتقاد الصحيح الثابت الراسخ لا كمثله رسوخ شم الجبال، وأن يقيمنا على ذلك، وأن يميتنا عليه، وأن يبعثنا عليه، وأن يحشرنا عليه، وأن يقيمنا في الموقف عليه، وأن يجوز بنا على الصراط به وعليه، وأن يدخلنا الجنة عليه، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.